تعالى بقى نخش على طول في أهم الأخبار ونبدأ بقرار لجنة الاستئناف طبعا في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الصادرة من لجنة الانضباط. وكانت لجنة الانضباط أعلنت في وقت سابق زي ما حضراتكم عارفين إيقاف كهربا 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، ده كان بسبب هتافه مع النادي يعني عقب مباراة الزمالك في الدوري الممتاز. طيب جاء القرار ده أو قرار لجنة الاستئناف بوقف الفصل في عقوبة كهربا وتعليقها لحين الفصل في دعوى النادي الأهلي بقرار بطلان تشكيل لجنة الانضباط. طبعا من المقرر كمان يواجه الأهلي والزمالك زي ما احنا عارفين الماتش يوم الجمعة الجاي، وزي ما كريم كان بيقول كان في كلام هل المنافس هينسحب ولا لا، الكلام لحد هذه اللحظة مفيش انسحاب من المنافس، مفيش قرار رسمي، مفيش طلب رسمي بده، مفيش إعلان رسمي بده، فالمباراة زي ما هي كريم لحد دلوقتي. الجمعة الجاية الأهلي والزمالك في كاس السوبر، لكن دي الأحداث والمجريات اللي هي بتبدأ أو يعني بتكون متواجدة على الساحة يوم بعد يوم. أكيد هنتابع مع حضراتكم لو في أي جديد في هذا الملف طبعا تحديدا.